اتفضل عيش فيها لغايه ما تخلف. هتسيبني لوحدي؟ انا مش عايز اسيبك لوحدك، بس انت اللي راكب دماغك. عامل لك ايه؟ اسمع مني يا صاحبي، اللي بيعادل بره التاني يرجع ملك سلطان زمانه. ها قلت ايه؟ في ناس كتير بتغرق ولا بتحصن. تعملوا ايه يا عيال يا صيعي؟ حكيمو ما تروحوا كل واحد يخش على بيتي، ده انتوا حاجه فظيعه. ازيك يا كمال؟ ازيك يا عادل؟ شوف حالك، شوف حالك يلا. هو انت كنت فينك يما؟ كنت بزور حماتي. حماتك؟ والله فيك الخير. يا نهار ابيض، محدش بيعمل كده اليومين دول. واحده زيك بعد ما موت جوزها المفروض تقطع معاهم يعني. حرام عليك، ده راجل كان محترم وكويس جدا. محترم وكويس جدا ها؟ اه ماشي ماشي يا كيمو، لو عايزت حاجه بايه تسلمي على طول، تلاقيني تحت الخدمه. ماشي. ها؟ سلام. اي حاجه ها؟ ها؟ سلام يا موز. كنت فين؟ كنت في السنبلاوي. ايه كنت فين دي؟ تعبيطه بيت في دماغك ولا ايه؟ كده يا احمد انا غلطانه اني بقلق عليك. بقول لك ايه؟ ايه؟ امك في المحل ها؟ اه. انت مش كنت قلت لي ان عندكم غساله ما تبوظش؟ اه وحياتك، محدش عارف يظبطها خالص. انا هظبطها لك. حاكم انا استاذ في الغسالات. غلط؟ أنا مش فاهمة إيه يعني المقابلات اللي بتحصل في الشركات بالليل دي؟ أي انترفيو بيبقى الصبح مش بالليل كده. كل شركة وليها طبيعتها، وبعدين دي شركة أزياء وتجميل وشغلانتها 24 ساعة في الـ 24 ساعة يعني، المقابلة دي مخصوص متوسع علينا فيها. أنا خايفة. ما تخافيش بقى يلا. يلا إيه؟ مساء الخير. مساء النور. أنا عايزة أمشي. إيه إحنا ما صدقنا نمشي إيه؟ تعالي. لو سمحت. استاذ مدحت موجود؟ بس احنا معانا ميعاد معايا. بس استاذ مدحت مش موجود، الموجود دلوقتي سكرتيره الخاص استاذ لؤي. نقابله، اصل احنا متوسع علينا من كمال بيه الاسيوطي. اوكي ممكن ثانيه واحده؟ انا نفسي افهم انت منشف دماغك معايا ليه المره دي؟ انا؟ بالعكس، ده انا ماشي على الخط اللي انت راسمه لنا من الاول للاخر، انت بس اللي بتنسى. انا اللي بنسى؟ وايه الميزانيه دي؟ ما هو بصراحه انا زعلان. من ايه ان شاء الله؟ تصور يا لؤي ان انا بحسبه صغيره كده، اكتشفت ان انا خسران في اللي فات كله. بتتكلم بجد؟ اه والله. لا مش معقول. اه ده انت جاي تعلي عليا بقى. انا ما بحبش كده على فكره. وبعدين ما تخلينيش اقول علمناهم الشحاته. لا انا عمري ما كنت شحات ولا احب اتعلم الشحاته. خد بالك من كلامك يا لؤي، احنا مالناش غير بعض، بلاش تعض فيا يا اخي. اضحك عليا بكلمتين. استنى مستر لؤي، في بنتين بره بيقولوا انهم من طرف الاسيوطي. اه طب بعد اذنك خليهم يستنوا شويه. طيب شكرا. اه قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ان انت حبيب قلبي. انا كل اللي انا عايز اعرفه احنا الموسم ده هنطلع بقد ايه. طمنا طمنا. بقول لك انت حبيب قلبي، حط في بطنك بطيخه صيفي. سلام عليكم. وعليكم السلام. معايا عرض هايل، تشتروا برفان رجالي وعليه عرض هايل جدا. وانت اسمك ايه؟ طيب معايا عرض تاني، تشتروا مكانتين حلاقه وعليهم مولعه هديه. مش ترد على السؤال الاول يا جميل؟ شكلكوا كده مش عايزين تشاركوا. شكرا. تروح فين؟ احترم نفسك بدل ما اخلي القهوه كلها تتفرج عليك. طب احترم نفسي ازاي؟ تحترم نفسك كده. غوري غوري بتاعتك القرف. لا طبعا انا مش موافقه. وعلى فكره لازم تفهموا كويس قوي ان انا اللي بقرر مش حد تاني. اوكي سلام. مالك يا ايت بتزعقي كده ليه؟ محدش فاهم شغله، كل واحد شغال بمزاجه وخلاص، فاكرين نفسهم بيفهموا. وانت بالعصبيه دي هتعرفي تشتغل يعني؟ معرفش بقى يا ماما، انا تعبت اصلا واعصابي تعبت مش قادره استحمل. عايز اسافر في اي حته، عايزه اريح اعصابي. وماله يا حبيبتي سافري، عمك سمير ومروان مسافرين. وانا مش هسافر مع عمي سمير ومروان. اوكي خلاص يا حبيبتي براحتك، انت حره على فكره. على فكره باباكي اتصل وكان عاوز. لا 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 غير السيرة دي، مش عايز اسمعها خالص. معلش كلمي، هيفتكرني انا اللي منعاكي. اكلم مين؟ ما بكلمش حد انا. معلش هو عاوز يقابلك وصوته تعبان. والله تحبي اكلمه دلوقتي حالا اقول له ان انا مش عايز اشوفه خالص عشان تستريحي؟ معلش عشان خاطري انا. انت عايزه ايه يا ماما؟
هكون عايزه ايه؟ عايزه ميرا اختك اللي قاعده هناك اللي غاويه فقري دي. الله، ما هي اللي حابه ولاده من سميه. بعد ما انت قلت لها مليون مره تيجي تقعد معانا هنا، هي مش عايزه، خلاص بقى براحتها. بعدين على فكره البت بنتك دي انا اعتبرتها اختهم هم، مش اختي انا اصلا. لا اوعي تقولي كده، هزعل منك جدا. الا ميرا. وتزعلي مني انا ليه؟ هو انا اللي قايله لها تقعد هناك؟ يلا مامي انا نازله، عايزه حاجه؟ هتقابلي سامح؟ اه هقابل سامح. خلي بالك بقى يا حلوه عشان هو عينه منك. ايه عينه مني دي؟ مامي انا مش بحب الكلام بالطريقه دي خالص، فبليز بطلي. اوكي خلاص يا حبيبتي، ما هي ليكي. حلو كده، وانا هقابله عشان شغل بس مش اكتر. حلو كده. طب اسمعي مني بقى، سامح غني، عنده فلوس وعنده شركات، ولو فضل يصرف منها هنا المليون سنه مش هتخلص، ودي فرصه مش هتتكرر. استني بس، رايحه فين؟ انا هجيب لك من الاخر. هو في حد ذاته ما يهمنيش. مامي I know his storage، بس مش عارفه في حاجه غريبه في شخصيته، مقلق كده. شخصيه ايه وبتاع ايه؟ هو انتوا بعد الجواز هتتقابلوا اصلا؟ اذا كان بيقابلك دلوقتي فعشان انت مش مراته ولا ملكه، لكن بعد الجواز هيبقى مشغول بالمصانع والفلوس والشركات، وانت كمان لا هتسيبي مركزك ولا نجاحك، فايه المانع بقى ان الميه تجري في العالي؟ I love you mom. باي. نصحى زي امك. وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله. تعملي ايه؟ خبي مني الشعر يا سمر؟ اه يا ست ميرا، انت بقى جايه تتريقي عليا وتتسلي. انا؟ لا والله العظيم، انت عارفه ان انا بحب الاشعار بتاعتك. بجد؟ اه والله. وريني ما اتفرج. الله، ايه الجمال ده؟ عجبك؟ حلو جدا. مين؟ ماما. طب ما تردي عليها. مش عايزه ارد بصراحه، يعني هتقولي تعالي وانتي عارفه بابا تعبان وما اقدرش اسيبه في ظروف زي دي. مش عايزه تشوفيها؟ اكيد عايزه اشوفها، يعني امي برضو مهما كان. تعرفي ان انا معجبه بيكي جدا؟ ساعات بقول انتي ازاي قادره تسيبي العز اللي بتعرضه عليكي امك وعايشة معانا هنا؟ عشان بابا محتاجني. كفايه عليه ايتم. انتي بنت جدعه وانا بحبك على فكره. اصحيح مامتك ما تنزليش من زور مرات ابويا بقى. والله هو ده نظام الشركه عندنا، يعني هنا مفيش مواعيد، مفيش حاجه اسمها ان انا ليالي شغل محدد لحد ما فتره التدريب بتاعتي تخلص. وانا بصراحه كده مش هكدب عليكم، انا لولا ان الاستاذ كمال موصي عليكم انا اقسم بالله ما كنت شغالكم بمناظركم دي. بس مفيش مشكله، انتوا شكلكوا حلو وشويه تظبيط كده هتبقوا سوبر. يلا على تليفون. شكرا، مع السلامه. فريدي وشك يا ماما، فريدي وشك. السلام عليكم. مع الف سلامه. انا الميعاد الوحيد اللي مش ممكن اتاخر عليه ابدا الشغل طبعا. عموما انا وصلت على فكره، لو فتحت الباب دلوقتي حالا هتلاقيني قدامك. شفت بقى؟ عشان تعرف ان مواعيدي مظبوطه. وانا مستني من الصبح. اتفضلي. ميرسي. مراتك موجوده؟ لا مراتي ده ايه؟ احنا اتطلقنا خلاص. يا بسرعه كده؟ يعني كانت متعبه قوي. وانت بقى اللي ملاك. خالص. على فكره الملائكه ما لهمش مكان على الارض. امال مين اللي ليه مكان على الارض؟ الشياطين؟ البني ادمين اسوأ من الشياطين. وجهه نظر.
عموما دي حياتك الشخصية، أنا ما أقدرش أتدخل فيها. قول لي بقى هنعمل إيه في الشغل اللي بيننا؟ إحنا هنفضل نتكلم وإحنا واقفين كده. اتفضلي. اتفضلي. يا ستي أنا تحت أمرك في كل اللي أنت عاوزاه. تحت أمرك؟ والله فكرتني بالأفلام العربي القديمة لما واحد بيجي يضحك على واحدة كده. ليه كده بس؟ بص يا سيدي، أنا المهم عندي إن السوق يبقى بتاعي، وبصراحة كده مفيش حد عامل لي إزعاج غيرك. ماشي يا ستي، لو عندنا نسحب من السوق برضه عشان خاطرك أنا موافق. يا ريت. كده. قلت إيه؟ شوفي يا أيتي، أنت عايزة السوق يبقى بينك وبين نفسك ولا بيني وبينك؟ لا بيني وبينك، أنا واضحة وما بحبش اللف والدوران. خلاص، أنا عامل ملف جاهز، بكرة الصبح هيكون عندك في الشركة. يعني اعتبر ان السيزن الجاي ده هيبقى بتاعي، هيبقى في جيبي يعني؟ في جيبك ولا في جيبنا؟ لا انت كده ما فهمتنيش برضو. بص، اللي انا عايزاه ان السيزن الجاي ده يبقى بتاعي ولوحدي، وانا ماليش منافس غيرك. بعدين انا شايفه ان انت مش محتاج السوق هنا في حاجه، انت مظبط حالك بره، خليك انت بقى بره وخلي لي انا جوه. ايوه بس انا فاهم ان احنا هنبقى كيان اقتصادي واحد. ما هو احنا لما نقسم الامور بينا هنبقى كيان اقتصادي واحد وهنبقى حبايب كمان. أيتي انت فكرتي وقررتي على اساس ان انا وافقت. طب تعالى نكمل كلام في الموضوع ده واحنا بنتعشى بره. ماشي يا ست. ايه الروقان والدلع اللي انت فيه ده؟ فينك يا عم رامي تيجي تشوف؟ بقولك ايه، ما تجيبيليش سيرته بقى، انا مش عايزه اتجوزه خلاص. لا يا شيخ، امال ايه مود النحنحه اللي انت فيه؟ ما بيسالش فيا خالص يا كاميليا. يا عيني، معلش. خدتي الدواء؟ لا. ليه كده؟ مش عايزه اخد الدواء، انا خلاص زهقت. وبعدين في الاخر انا عرفت ان اللي عندي ده عمري ما هخف منه، ملوش اصلا علاج، انا بس محمله بابا عبء على الفاضي. اولا انت مش محمله بابا عبء، ثانيا طالما مش هنخف يبقى انصحه، يبقى الدواء بتاعنا كل يوم لازم هو يطمن علينا واحنا نطمن عليه. كاميليا بقول لك ايه، سيبيني بقى عشان خاطري، مش عايزه اخد دواء، انا كيفه ان انا اترهب من وابعد عن كل الناس، كنت عملت كده وخلصت. لا بالذمه ده اسمه كلام، لما الجمال ده كله يترهب ويبعد عن الناس، امال مين اللي هيحب ويتجوز ويملى الدنيا كلها عيال؟ انا بجد خايفه، انت مش فاهمه انا خايفه قد ايه، خايفه اخلف عيال زي، والله كل يوم بخاف انزل تجيلي الحاله وانا في الشارع. ما عشان ما تجلناش الحاله واحنا في الشارع يبقى لازم ناخد الدواء. كاميليا انا بجد زهقت، انت مش فاهمه انا حاسه بايه، انا حاسه ان كل يوم في مليون واحد بيصرخ في دماغي طول الوقت، انا مش عارفه انا عملت ايه عشان يحصل لي كل ده، انا بجد ما اعرفش. طيب ده مين جاي الساعات؟ هتكسر الباب؟ قلت طيب. ايه يا ولد؟ هتكسر الباب؟ فين يا أما كنت فين؟ بقالي ساعة بخبط على الباب. هكون فين يعني؟ قاعدة متهببة مستنية المعدول. المعدول ده بقى اللي هو أنا. يا أخي أنت كدك واكسة اللي عمرك ما فرحتني، على طول إيد ورا وإيد قدام فاضية، عمرك ما جبت لي حاجة، نفسي أحس إني مخلفة راجل. إيه؟ إيه ده يا سيدة؟ ولا في إيه؟ أنا مناخيري ما تكذبش أبداً، أنا شامم ريحة كباب وكفتة في البيت ده. أيوة الجيران، الجيران من الصبح مش رحمين حد، مش عاملين حساب الناس. جيران؟ عليا أنا برضه يا سيدة. الجيران؟ أقطع دراعي المكان الكباب والكفتة في البيت ده. يعني أنت كنت هتبات عند عادل، إيه اللي جابك؟ عادل مين والناس نايمين يا حاجة؟ أنت مش قلت هتبات عند عادل؟ أنت مخبية كباب هنا. أنت بتعمل إيه؟ بدور على الكباب والكفتة يا حاجة. كباب؟ أهو. بتشتغلين هنا يا سيدة؟ الكباب والكفتة هم. بتخبى على ابنك صباعين كفته وحته لحمه ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. طول عمري اقول الشقه دي مسكونه، احنا لازم نعزل.
مسكونه مسكونه. شوفي طالما اللي ساكن البيت ده حاتي يبقى مفيش مشكله عادي. انت بتعمل ايه؟ باكل جعان. طب ده عشا النهارده وغدا بكره. طب اقعدي بس عشان عايزك موضوع مهم. اقعدي. انا مسافر. سافر يا اخويا والقلب دعيلك كده اهو من غير ما تقولي لي راح فين. داهيه رايح فين؟ داهيه راح ايطاليا. هما طالبين بقر هناك. يوم انا بتكلم بجد مش بهزر. هتسافر ازاي يعني؟ اتفقت مع بلح. بلح النصاب؟ وده هتصدقه؟ ده كذاب ونصاب يا ولد. اعمل ايه يا اما؟ انا كان لازم اشوف لي سكه اخرج بيها من الفقر اللي انا فيه ده. طب ما تسيبك من كاميليا بنت سميه الفقريه وتجوز بنت زينب اللي بتلعب بالفلوس لعب. هي مش كاميليا دي تبقى بنت اخوك برضه ولا انا غلطان؟ لا، بنت سميه الفقريه اللي جايبه لنا الفقر، ربنا ياخدها زياده ما هو واخدها. الله، زعلان عليها قوي. طب انت عارف ان كاميليا دي شؤم؟ بعد ما اتجوزت بسنه جوزها مات ومدفون في مقابر الصدقه، يعني لو كنت اتجوزتها انت كان زمانك مدفون مكانه. بقولك يا اما فكك بقى من الكلام ده، انا بجد مسافر وقلت اقولك عشان يبقى عندك علم. يا ابني يا ابني استهدى بالله واقعد، وبكره ربنا هيفرجها، بس قول يا رب. ما انا عمال اقول يا رب، طول عمري عمال اقول يا رب، ما فيش حاجه بتحصل. اهو ما صدقت ربنا سمع مني وهسافر ان شاء الله. وهتدفع فلوس بلح منين؟ ده بياخد فلوس قد كده على قلبه. عدل ادفع لي وبعد كده انا ابقى ادفع له من فلوس الشغل هناك. اتلب المتعوز على خايب الراجة. وعدل هيدفع لك ويدفع له منين يا خايب؟ هنتصرف يا اما هنتصرف. طب يلا قوم. قوم روح فين؟ بس خلاص كده قوم. ايه هو ده اللي خلاص؟ انا لسه ما شبعتش. لا يلا يا واد، ده لسه بكره. لا احنا في النهارده مش في بكره. الله، هو انت واكل وحدك؟ طب خدي كلي معايا. حلوه جميله تعجبك. ايوه. بقول لك يا عبد العزيز، هتقدم في الشقة بتاعت الإسكان الاجتماعي دي اللي منزلها عندنا في الوزارة، يمكن القرعة تجيلك وتاخد شقة ياخد بالقسط على 20 سنة. جمال، حد ضمن عمره؟ عشان حكاية القسط دي ما بحبهاش. عندي كومبانات بجهزهم دلوقتي، عايزة تتشاور، عايزة تجهز. عالم. ما أنا بقول لك عشان البنات، يمكن الشقة دي تطلع نصيب بنت مش سبع بنات اللي عندي. أنا عندي ستة بس. أنت هتغلط؟ لا لا، ستة مع أيتي، معيشة مع أمها وجوز أمها دلوقتي، بس لها أمورها معاها. بقيت مديرة كبيرة. يا الله. الكلب دي بقالي سنتين ما شفتهاش. لا، أمها هي اللي مولاها. هي اللي محرجة عليها إنها تجيلك أو تتصل بيك. لا يا أخي، مش قوي كده. حظوظة برضه. مش عارف والله، لا طوعك ولا طوع قلبي. لا، تطوعني انا طبعا. البنات بيشتاقوا لابوها، والبت مهما بعدت بتحن لحضن ابوها. اسمع مني انا. يعني انت رايك ان انا اللي اروح اشوفها؟ طبعا يا اخي. الله، بنتك ومن حقك تشوفها. مش كفايه سبتها لها؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انت المفروض الست دي ما كنتش تتجوزها من الاساس. كل شيء نصيب يعني. بعد في الفات وصل من عقلي. بعدين هي خلاص اختارت وسعيده في حياتها وراضيه، الحمد لله على كده. انت ما عندكش حد غلطان خالص؟ ماشي، اعمل اللي عجبك يا ابو عزيز. انا هصلح فيك ايه؟ ما خلاص. انا هقوم دلوقتي اروح اشوف البنت. يعني استنى بس، شوف دلوقتي. صلي على النبي، صلي. هموت واشوف يا بخت من زاره، صلي. واتملى بنور جماله، صلي. ازيك يا كريم يا ابن الكريم؟ ازيك يا خليله، عامله ايه؟ نحمد ربنا، خد السبحه دي. يا خليله، ده انا بقى عندي دكانك سبح في البيت. بس دي مش اي سبح، دي من مكه. تاخدها تسبح للي خلقك وتصلي على نبيك اللي يشفع لك. عليه الصلاه والسلام. شكرا، كتر خيرك. خد سبح. لا متشكرين يا سيدي. النبي ما هتورد على جنة. أنا اللي مش هورد على جنة؟ والله أنت لا هتوردي على جنة ولا على نار أصلاً. أكبر بخاطر. أكبر بخاطر مين؟ تصدق في الآخر هتطلع الست دي أغنى مني ومنك. روح يا عزيز، شوف هتعمل إيه. يلا روح، اتكل على الله. يلا سلام عليكم. مع ألف سلامة يا سيدي.
احمد. عارف ايه اخبارك كده ورايح على فين؟ لا ده انا رايح مشوار صغير لغايه اول الشارع كده وراجع على طول. انا سمعت انك اليومين دول لازق عند بلح، ايه الحكايه؟ ما انا لا بنقعد عنده يعني بنقضي واجب يعني بنقضي وقت. احمد اخر قعدت كنا ناوي تخلع، انت شايف اللي بيموتوا في عرض البحر؟ لا خلي بحر ايه واخلع ايه، مفيش كلام من ده. على كل حال انا كلمت لك المدير عندي في الشارع. لا خير الله يخليك، لا مدير ولا احزنون. لا انا مش عايز اشتغل في وظيفه حكوميه، انت عارف خلي الوظيفه الحكوميه دي يعني عامله زي المقبره، انا لو دخلتها من هنا مش هخرج منها. انا ما اقصدش حاجه خير، انا اسف، انا بس عايز اقول يعني ان انا مش عايز اضيع عمري في مصلحه حكوميه، ده يقول لي اعمل كده وده يقول لي ما تعملش كده، واخر الشهر اخد لي ملاليم لا ياكلوني ولا يكسوني، ولا انا غلطان يا خالي؟ لا لك حق، لك حق. انا اسف يا خالي ما اقصدش. لا لا حبيبي، لا لا مفيش حاجه، مفيش حاجه، مش يا خالي، مش عايز حاجه. شكرا شكرا ابو احمد. مش طالبه معايا واحده زيك تبوظهولي. ايه مزاجي عنب دي؟ ما تنقي الفاظك. ايه واحده جايه من الشارع؟ بقول لك يا بنت، انت بنت معقده ومستفزه، انا مش عايزه اتكلم معاكي كتير، روحي شوفي حد غيرك اتكلمي معاه. خلاص تصدقي بالله ان انا غلطانه، انا جيت لك اصلا. ما تغلطيش تاني. مستفزه. الو، انا اسفه يا استاذ لؤي على الازعاج، انا بس حبيت اكلمك عشان اشكرك. لا لا تمام، انا هاجي طبعا بكره، ما تقلقش. باي باي. اختك مروه دي هتتهبل من كتر قعدتها قدام المرايه. مالكيش دعوه بيها. هو ايه اللي ماليش دعوه بيها دي؟ واحنا مش اخوات وعايشين في بيت واحد؟ وانا انت عايزه ايه؟ هاتي من الاخر، زي ما تعمليش الهيصه دي كلها وقلبه الوش دي غير ما تكوني عايزه حاجه. يا بنتي انا صعبان عليا بس فلوسها اللي عماله تصرفها في الحاجات اللي بتحطها على وشها، مش احنا اولى بيها؟ ايوه هاتي من الاخر، عايزه ايه بالظبط؟ بصي يا ستي، انا عارفه انك انت اللي هتفهميني فيهم، الصراحه انا عايزه اعمل مشروع. بقول لك يا منى سيبيني عشان خاطر انا دماغي مش رايقه. والله العظيم مكسبه مضمون، وهو نساعد ابوكي شويه بدل العيشه اللي احنا عايشينها دي. وانا بقى سيبيني وحياه ابوكي، عايزه اتفرج على الفيلم. هو انتوا مالكم كلكم النهارده ضاربين 111 كده ليه؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، بدل ما انت عماله تلف على كل واحده في البيت عشان تسفي الفلوس اللي في جيبها، ما تشقطي لك عريس يتجوزك وينيكي في بيته ويريحك من التفكير في المشاريع. تصدقي بقى انك قللت الذوق؟ وبعدين ايه يقنيني دي؟ هو انا هتجوز ديك؟ يا اختي يجي الديك بعد كده ربنا يحلها. على فكره بقى، والله العظيم انا لو عايزه اتجوز هتجوز من بكره، بس انا اللي ماليش نفس. لا ده انا واثقه والله، ربنا يفتح نفسك. هتموت هتموت وتتجوز. يا اختي خليها تموت تبقى تقابلني. انا مش معاكي خالص يا كاميليا في اللي انت بتقوليه ده، ده حقك ولازم تاخديه من حبيب عينيهم. يعني اروح امسك في خناق الناس؟ خناق ليه؟ هو ده مش حق والله العظيم، انا مش فاهمه. يعني الله يرحمه كان جوزك ودي شقته وانت ليكي حق فيها، يعني ايه المشكله لما الامور تتصفى؟ انا لو منك هقلب الدنيا. ماشي، انتوا بقى اللي ناسيين ان الشقه دي في بيت عيله وانا ما خلفتش، يعني هم ليهم حق فيها. في الاخر بقى اروح امسك في خناق الناس عشان الكم مليم اللي ليا؟ والنبي لو مليم واحد حقك يا كاميليا ولازم تاخديه، ده ايه الهم ده؟ اقول لك على حاجه يا كاميليا، بس ما تزعليش مني. انا هزعل منك ليه بقى ان شاء الله؟ بصراحه انت كده غلطانه اللي اتجوزتيه من الاول. ماشي يا اختي. قولي لي بقى، هو انت يعني كنتي بتحبيه قبل الجواز؟ قصدي قبل الجواز ما حبيتهوش، لكن بعد الجواز تقدري تقولي يعني
حبيته بس مش قوي، بس كنت بحترم، وعشان كده مش عايزه ازعل اهله. وايه دخل الكره والحب بالحق يا كمالي؟ يعني هو فعلا ممكن الحب يجي بعد الجواز؟ طبعا، زي ما في كتير بيحبوا بعض قبل الجواز وبعد الجواز يكرهوا بعض موت. انا عن نفسي مش هتجوز واحد الا وانا بحبه جدا ولازم اامن نفسي معاه. يعني ايه؟ يعني لازم يعرف انه لو زعلني هيقع دم قلبه وهيروح في 60 ده. يا شيخه تنيلي، هو ده يبقى حب؟ لا، دي اسمها حرب. انت يا بنت متعقده من اللي بيحصل لي؟ لا خالص، انت بس صعبانه عليا. صعبانه عليكي ليه يا اختي؟ ما انا كويسه اهو زي الفل. بقولك يا جميل، يعني انت ازاي حبيتيه بعد الجواز؟ يعني هو عمل ايه بالظبط عشان يخليكي تحبيه؟ طب اقوم انا بقى. يلا قومي وافضلي لغي كده، هتتخني وتبقي قد كده. ولا حاجه، كان طيب. يعني هو في حد بيحب حد بس عشان هو طيب يا كاميليا؟ انا من اول يوم حسيت ان هو عارف اني مش راضي عن جوازي بيه. يمكن قال لي ده بشكل غير مباشر، لكن عمره ما قال لي كلمة تضايقني. بالعكس، كل مرة كان بيضمني فيها كنت بشوف في عيني أمل، أمل إني أتغير وأبقى معاه بعقلي وقلبي قبل ما أكون معاه كزوجة. وإيه تاني؟ خليني أتكسف من نفسي من كتر ما كان بيعمل المستحيل عشان يحافظ على البيت اللي بناه. كان بيدافع عني، كان طول الوقت بيفكر فيا وخايف عليا حتى وهو تعبان، لكن عمره كان قصير. بس هي الدنيا كده، دايما بتاخد اللي بنحس بقيمتهم متأخر. تعرف يا جميلة، أنا نفسي أحب أوي. أنت عارفة إن في ناس ما بتعرفش تحب؟ لا، فهمتي بقى. هتفهمي يا أختي، مستعجلة كله هيجي على حاجة، ما تقلقيش. بكلمك على التليفون ما بترديش ليه؟ كنت بتعشى مع سامح. ما أنا عارفة، وصلتي لإيه؟ للي أنا عايزاه طبعًا. اللي هو إيه؟ طمنيني. مامي، اوعي تكوني فاكره ان واحد زي سامح ده ممكن يحب ولا حاجه. وانتي مش سهله برضه. يعني هو لمح، بس انا قلت له مش وقت. صح كده، لازم يعرف ان لا يمكن تتجوزيه وهو متجوز. طلق مراته. ياه، هو لحق ده؟ ما كملش معاها سنه. سامح ده واحد اناني، عايش لنفسه بس. وانتي مستنيه حد يا مامي؟ لا خالص. مدام زينب موجودة؟ ازيك يا ايتن؟ ازيك يا عبد العزيز؟ انت عارف ان ايتن كانت لسه بتقول لي حالا انها عايزة تجيلك. عارفه ان احنا ما شفناش بعض من قد ايه يا ايتن؟ مش كتير يعني. سنتين مش كتير. معلش، السنه ام وركينج اول ذا تايم ومش حاسه بالوقت بصراحه. وحشاني يا ايتن. طيب عن اذنكم عندي تليفون. يا ماما ما قالتلكيش ان انا اتصلت بيك كتير عشان اشوفك. انا عارف انك زعلانه مني، بس حبيبتي انت وحشاني وكان نفسي اشوفك حتى لو ماما مش عايزه. والله اتصلت بيك كتير.
بابا، هو انت عايز ايه؟ يعني حضرتك عايز ايه من الزياره دي؟ نشوف بعض؟ اه طب ده احنا شفنا بعض اهو، كله تمام خلاص. المهم بس عندي انك ما تفتكرش خالص اني ممكن اسيب بيتي ده واجي اعيش معاك في الحاره. انا ما قلتش كده، والله ما قلت كده. امال ايه؟ ابدا، انا كنت عايز اجي عشان اشوفك واقعد معاكي. طب معلش، اصل انا بشتغل طول النهار وتعبانه، محتاجه انام. تصبح على خير. انت قلت ايه للبنت خليتيها مش طايقاني؟ انت ليه متخيل انها مقوياها عليك؟ انت مش شايف نفسك ان انت اب فاشل؟ ولو كانت قاعده معاك كان زمانها مستقبلها زي اللي عندك. انا مش عارفه ميرا قاعده بتهبب ايه عندك. قاعده مع ابوها في حضنه وفي حماه. حماه؟ سلمي على حماه. بقول لك ايه يا زيزو، انت اخر مره جبت جزمه ولا شنطه لبنتك كان امتى؟ تفتكر؟ طبعا مش هتفتكر. انت عارف الجزمه اللي ايتن بتلبسها في رجلها بتدوس عليها على الارض بكام؟ تسوى مرتبك اكتر من سنه. على فكرة انت اللي سممت افكارها. انت لافكارك مسمومة. انا لو منك ما كنتش اتجوزت ولا خلفت اصلا لغاية ما اشوف ههبب ايه في حياتي. حرام عليك يا اخي بناتك اللي عملته فيهم ده. الله يرحمك يا سمية، يا ريتني كنت نصحتك وقلت لك انفجي بجلدك. ده غاوي فقر بيعشق.